احمد، احمد شحات، بقول لك ما تسمعنا كده ترند شيماء او اي ترند من الاغاني اللي طالعه جديد اليومين دول. يا عم طب حاجه عدله الناس تسمعها. زي ايه يعني ما تسمعنا؟ ايه اسمع عم فرقان ده، ما انت شغال شيماء شيماء شيماء، كل ما افتح البرنامج على الفيسبوك شيماء شيماء. يا عم مش بنمسك في الحاجه التافهه ونفضل نمشي عليها، احنا بنمسك الحاجه التافهه ونفضل لازقين فيها. ما نسمع حاجه مفيده نسمع اولادنا. بس هو ده اللي طلع الترند اليومين دول، وطبعا هو حاجه مش صح اصلا يعني، ولا حاجه المفروض ان الناس تسمعها، بس برضه ورينا لو هتسمعنا هتسمعنا ايه. ماشي انا سمعت القران. سمع. وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. نسمعه لاولادنا، ده اللي المفروض نسمعه، وده اللي المفروض نشتغل عليه كل يوم. مش كل ما حاجه تافهه تطلع ونمسك فيها ونفضل نكررها، نخلي ده يسمعها وده يسمعها وده يمشي بيها وده يمشي بيها، وبنبقى نظهر للناس اللي قدامنا او للمجتمع اللي قدامنا احنا الناس تافهه، مش فاهمين في حاجه، مش بنسمع حاجه كويسه، ما بنسمعش اولادنا ولا بنوعي اولادنا حاجه كويسه يسمعوها، احنا بنجيب في التافه وبنمسك فيه. اتمنى الناس كلها تسمع حاجه كويسه، حاجه نستفاد بيها.